الله وبركاته. عرض لثلاث مستويات من مستويات العملاق في الرياضيات: المستوى التمهيدي من أول مسكة القلم من 3 لـ 4 سنين، المستوى الأول كي جي 1 من 3 لـ 5 سنوات، المستوى الثاني من 5 لـ 7 سنين، ده مناسب لكي جي 2 وأولى ابتدائي. أي كتاب من كتب العملاق بتبقى شاملة السنة كاملة، يعني الترمين مع بعض، وده عشان نوفر الوقت والجهد على ولي الأمر كمان، ونوفر إن هو يشتري كل ترم كتاب. والكتاب فيه يحتوي على تدريبات ونماذج، وتعال نشوف الطباعة واللون والشكل والمحتوى. عندي هنا محتوى قوي جدا جدا، هنزل لكم الفهرس في جمع وفي طرح وفي كتابة الأرقام وأشكال هندسية والأحجام قصير وطويل والوزن الثقيل والخفيف والتشابه والاختلاف، ترتيب تصاعدي، ترتيب تنازلي، العدد السابق، العدد التالي، مكونات العدد 10، في جمع في حدود عدد 10، في جمع في حدود العدد 20، فيها حاجات جميلة جدا، وفي أفكار وتنمية مهارات. وتعال نشوف كده كتابة الأرقام والألوان والشكل. وعندي هنا طبعا مقارنة، وعندي ترتيب تصاعدي برضه مقارنة، العدد السابق والعدد التالي، اكتب العدد التالي، العدد السابق، هيلون، هيعرف الأشكال الهندسية، هيعرف ترتيب الأرقام وكتابة الأرقام بالأرقام والحروف، هيوصل الأعداد، هيعد. في الكتاب يحتوي على افكار جميله جدا جدا جدا، وفي كميه تدريبات وكميه تقييمات في نهايه الكتاب لو شفناها. انا عندي هنا التشابه والاختلاف والشكل المتشابه والمختلف وتنميه المهارات اهيت، وعندي العنصر الاخف والعنصر الاثقل، الخفيف والتقيل، وعندي التلوين، وعندي الاشكال المتشابهه. وهنبص هنا الاشكال الهندسيه، عندي هنا الجمع، كميه جمع بالطريقه الرأسيه، وكميه طرح برضو بالطريقه الرأسيه والافقيه، المربعات السحريه لما اقول له 12 زائد كام يساوي 15، اللي هو لما يكون المربع فاضي في النص او في الاول ازاي نجاوبه. عندي كميه جمع، شفنا الطريقه الرأسيه والطريقه الافقيه، وادي الطرح، وادي الطرح هنا كمان، وادي كمان الطرح من خلال الصور، وهنا في جمع، وفينا برضو ايه طرح، في طرح تاني، في جمع برضو طريقة رأسية وطريقة أفقية. ادي زي ما احنا شايفين كده، وجودة الألوان والخامة والطباعة والمعلومات، وادي الجمع المصور. كمية تدريبات رهيبة جدا جدا جدا، وترتيب التصاعدي، ترتيب تنازلي، كتابة الأرقام بالحروف، العدد التالي والعدد السابق، مقارنة، يعني ادي الترتيب التصاعدي، كمية تدريبات رهيبة جدا جدا جدا. وفي الاخر خالص في نهاية الكتاب في تقييمات كتير جدا جدا، زي ما عودناكم في جميع كتب العملاق ان انا عندي كمية كبيرة من التقييمات زي ما احنا شايفين كده، تقييمات حلوة جدا عشان نشوف مدى استيعاب الطالب في الفترة ديت، عشان يبدأ يخلص المستوى التمهيدي ويدخل على المستوى الاول ثم المستوى التاني. وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.